اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملكك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا. اللهم على طاعتك أعنا. ومن شرور أنفسنا سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وشفع فينا سيد المرسلين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.